السؤال لفريق مازو، والسؤال ده محتاج اجابته من مازو شامع في وقت واحد، والسؤال هو مين بقى اكتر واحده مازو بيحبها؟ طبعا يا شيمو انت عارفه ان اجابه السؤال ده هتجرحك، بس انت عارفه اكتر ان انا ما عنديش مشكله ان اجرحك قصاد ان انا اكسب. عارفه يا جزمه بحبك. اللعبه السؤال دلوقتي الفريق وسيم. وسيم، كريمة بنتك عندها كام توكة شعر لونها بينك؟ ايه ده؟ انا كنت فاكر الاسئله اصعب من كده بكتير. كام توكة شعر بينك؟ كريمة عندها 27 توكة شعر بينك، وعندها 9 بندانات بينك، وعندها بقى بقية الحاجات عندها حوالي 16 توكة سودة، في أخضر كتير، في حاجات. أيوة كده. السؤال دلوقتي الفريق مازو، والسؤال لمازو، كريم ابنك في سنة كام؟ إيه؟ إيه الأسئلة الصعبة دي؟ بقى ابنك كريم في سنة كام؟ سؤال صعب يا عديم الأهلية يا لقيط. أنا ماليش في الأسئلة العائلية، بس أنا عارف كريم. كريم كان السنة اللي فاتت طلع الأول، وكان شرح لي قصة كفاح طيبة اللي هو بياخدها. إن شاء الله كريم العاق تالتة إعدادي. صبرني يا رب، إلهي أشوفك متعلق من سنانك يا بعيد. أعمل إيه يا شيماء؟ ما الواد اللي ملخبطني، المعلومات اللي عنده بتاع الدكتور في الجامعة، هعرف أنا منين هو في سنة كام؟ منك اللي خسرتنا يا لوزر. السؤال دلوقتي الفريق وسيم، وعايزة إجابته من وسيم وإسراء في وقت واحد. إيه أكتر حاجة وسيم بيحبها في إسراء؟ كل حاجة في إسراء بحبها في إسراء. قولي حاجة واحدة بس. حاجة واحدة بس؟ لما بتأكلني الفراخ وتفصفصها لي حتت صغيرة، وتحطها في الشوكة وتحطها في بقي، وتقولي يلا الكوكو رايح فين؟ بالتنزيه يا مازو، بالتنزيه يا فوز وسيم. منك لله يا لوزر، منك لله خسرتنا. فرقعي فرقعي ودمريني، انا مش طايق حد. اسكت خالص يا لوزر، انت اسكت. ايه ده؟ جالي رقم الشفره تاني اهو، معانا رقمين. القنبله فين بقى؟ خلصينا. القنبله في غرفه تحكم الصاروخ، وحبايبكم متعلقين فوق. فكوا القنبله بقى ونزلوهم. جميل، وش وثار وبسيوني وساعدوني. يلا يا مازو، يلا يا مازو، مفيش وقت. يلا الوقت يمر والاحداث امر وامر.